لحظات حاسمة، جثمان الملكة يغادر باكنغهام. ما هو مزاج على الأرض؟ الناس حزينة أم يعني رأيناها تصفق؟ الآن فيما أنت ستتحدثين، سيارة الملكة تغادر باتجاه ويندزور. صحيح، ونحن متواجدون في موقع متميز إلى حد كبير، لأنه نحن يعني بجوار جسر لامبث، وهو من الطرقات القليلة المؤدية على الأقل بالنسبة للمارة المؤدية إلى كنيسة ويستمنستر أبي. ومنذ الصباح ونحن تابعنا يعني دخول المدعوين، ربما ليس الفي آي بيز ولكن المدعوين الآخرين، أن هناك تقريبا 200 شخص من الحاصلين على يعني التقديرات الملكية المختلفة والذين شاركوا في الأعمال الخيرية المدعوين. شاهدناهم وهم يعبرون هذا الجسر ويذهبون إلى قصر أو إلى كنيسة ويستمنستر. الآن هؤلاء يخرجون من مكان الجنازة ويعني معهم الأوردرز أوف سيرفيس، الكتيب الذي فيه كل التفاصيل التي تابعناها وكل القراءات والمقاطع الموسيقية التي استمعنا إليها والابتسامة فعليا على وجه الجميع. يعني هناك جو من الحزن بلا شك، ولكن أيضا يعني جو من الترقب، جو من الانتظار لمعرفة ما الذي سيأتي. أعتقد أنه يعني بريطانيا والشعب البريطاني يعني ربما اليوم يشعر بالحزن، ولكن أيضا يشعر بنوع من الإرهاق. 10 أيام فعليا كانت طويلة بالنسبة للجميع. اليوم هو ربما الوداع الأخير، والملكة إليزابيث الآن تغادر لندن أيضا للمرة الأخيرة. هذه السيارة متوجهة إلى ويستمنستر، بعد قليل ستخرج بالفعل من نطاق لندن أو غريتر لندن للمرة الأخيرة وتتوجه إلى ويندزور، الذي كان دائما من الأماكن المفضلة بالنسبة لها وهي في السنوات الأخيرة، وخاصة منذ جائحة كورونا.